كومبارزن ليه؟ مفيش مقارنه صح ولا لا؟ مفيش مقارنه بين 2002 كان ما معكش صح ولا لا؟ بس هو معاك فعلا. بس يقول ايه؟ نجلكت روف ماني يعني ايه؟ مال ايه؟ كان مش موجود مهمل. فما اجي اولع في الالكترون كمبيوتر صغيره جدا يعني عنده ايه؟ نجلكتبل ماس. نجلكتبل ايه يعني؟ افيت كومبيرد لو تقارن ها بالماس اوف مين؟ بروتون اور ها دي فيها مشكله؟ دي موجوده في كل سنه. اسمع كده. The electrons have ايه بقى؟ نجلكتبل ماس to that of the nucleus. لو تقارن بالماس اوف نيوكليس واحد بقى هندي يقول لي مش انت قلت لي لو تقارن بالبروتون والنيوترون؟ اقول لك يا عم الهندي ما هو النيوكليس فيها ايه؟ بروتون ونيوترون. معايا؟ عشان كده الماس كلها هنا. لان مين اللي بره هنا؟ الجسيم التعبان ده. يبقى كتله الاتوم فين؟ ها في النيوكليس ولا بره النيوكليس؟ ليه في النيوكليس؟ عشان فيها بروتونز ونيوترونز ها كتلته معاك. انما الالكترون مالها؟ هنا احنا جاوبنا سؤال فين؟ جاب ريزون the mass of atom concentrated in nucleus. ايه كتله الاتوم متركزه في النيوكليس؟ قول ايه؟ because the mass of electrons are here. الالكترون مالها اصلا مهمه ما لهاش عايزه. if it compared by mean the mass of mean ها؟ the nucleus. معايا ولا لا؟ لو قارنت الماس وفين؟ النيوكليس دي